طبعا يقول الخبراء أنه بحلول عام 2050 سيصل عدد الأشخاص المصابين بالخرف إلى أكثر من 150 مليون شخص، وهذا 3 أضعاف ما هو العدد عليه الآن. النصائح التالية هي خلاصة مجموعة من الدراسات نفذتها جامعات متعددة في الولايات المتحدة. الأولى تنصح بحركة العين، يبدو أن العين يعني مرتبطة ارتباط وثيق بالقدرة الإدراكية، وذلك لأن العين تميز ملايين الأشياء حتى بدون أن نستوعبها، وهذا له علاقة وثيقة بالدماغ، وقد تنبئ العين بأنه الشخص يصاب بمرض الخرف 12 سنة قبل أن يحدث ذلك. ينصح الخبراء بأن تحرك عينك بشكل مستمر، طبعا مشاهدة التلفزيون، القراءة وألعاب الفيديو جيم تؤثر كثيرا. الغريب أنه وجدوا أن حركة العين الأفقية هي أفضل من حركة العين العمودية، وأن الأشخاص اللي يستخدمون يدهم اليمين يستفيدون من هذه المسألة أكثر من الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسار، ولا يعرف العلماء السبب. أوكي طيب، يعني أنا ما في داعي أني أسويها. طالما أنت يعني مشاهدة التلفزيون والقراءة هي تساعد كثيرا على حركة العين. المسألة الثانية التي ينصح فيها الخبراء هي استمر في التعليم. وجدوا أن هناك علاقة وثيقة بين أنه كلما زادت استمريت في التعليم لمدة سنة واحدة، فأنت يعني تقلل احتمال الإصابة بالخرف بنسبة 11%. وأيضا التعليم المستمر يساعد الدماغ على التكيف مع التغيرات التي قد تحدث في المخ. المسألة الثالثة هي النوم، الحفاظ على النوم بشكل مستمر. وجدت دراسة تابعت 8000 شخص تقريبا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 70 سنة، أنه الأشخاص اللي ناموا أقل من 7 ساعات بالليل كان ارتفعت نسبة احتمال الإصابة بالخرف بنسبة 30%. يا ريم، المسألة المسألة الرابعة هي أحط نفسك بالناس. يعني الإنسان كائن اجتماعي، ويبدو أنه العزلة الطويلة تؤثر على العقل وعلى الحالة النفسية بشكل عام، ولكنها ترفع احتمال الإصابة بالخرف والألزهايمر بنسبة. يعني نصائح مهمة جدا هند.